السلام عليكم ورحمة الله، في قناة عبد السبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. والله عشية مباراة الجزائر وتونس، البلاطوات التونسية هضرت تكلمت كثير وبانت لي متخوفة. دوك تسمعوا معنا هذا الفيديو، فيديو قصير على كل حال، فيديو قصير راح تسمعوا وش راح يقول لما يخسر مع الجزائر أو مع تونس أو مع المغرب. شوفوا وش يحس هذا الصحفي هذا يا ولاد الانسان لو يتكلم هدايا. اسمعوا مليح واسمعوا واش يتكلم على انهزامه مع الجزائر كيفاش يحس. اسمعوا معنا الفيديو. كنا السنوات الاخيره ماخذين علينا لافونتاج اسوندون بسيكولوجيك علينا، برغم انه احنا ديما راهو احنا وياهم رده برده في المباريات اللي لعبوهم مع الجزائر، وحتى لما كانت اقوى منا. ذكروا هدف يوسف المساكني في الدقائق الاخيره 2013 حتى كي تكون اقوى منا نربحوها الجزائر، لكن المره هذه يلزمنا نربحوها لانه عندنا مده مديده ما ربحناش. تغيرت برشا، المنتخب الجزائري تغير، قالوا لازم هذه المره نربحوها الجزائر، قالوا لما تكون في احسن احوالها نربحوها الجزائر. هذا التونسي راه يتكلم وكانه كونفيون في قلبه. نساب اللي راح يلعب في عنابه امام جمهور 60,000 و50,000 متفرج ولما لا اكثر. انا دوك تكلمت مع صديقي وراح نحط لكم فيديوهات من بعد قبل المقابله تاع الملعب. ان شاء الله صديقي محمد من عنابه او قال لي دوك تكلمت معاه، قال لي حندخل للملعب، قال لي نبعث لك فيديوهات مباشره من ملعب عنابه. تشوفوا الجمهور الكبير اللي راح يكون ان شاء الله جمهور العنابي الشغوف. عنده بزاف ما لعبناش لالجيري، ما لعبتش في عنابه. انا نشفى خدمت ماتش تما لالجيري غابون، نهزمنا هذاك الوقت، نهزمنا بثلاثة مقابل واحد، نشفى لها كي اليوم في عنابه في 2005 2004. والله ما نضبطش العام قد مي راني شافي بلي خسرنا تما. ان شاء الله اليوم الجزائر ضد تونس تبين وتبرهن على قوتها، ربحت في اوغندا وتزيد تربح ضد تونس في الجزائر هنا. زيدوا تابعوا معنا الفيديو. برشا كي نحكيو على 10 سنين التالي 2013 كان ثم بعض النجوم، اليوم نحكيو على منتخب نجوم، معناها هذه الحقيقه. دونك الارقام اللي صالح المنتخب الجزائري، مواجهه رسميه الاخيره كانت كوبا راب فينال 2 بلاش، اخر وديه زاد في تونس في استاد رادس ربحوا 2 بلاش 2 بلاش ولا 1 بلاش؟ هذيك 2 بلاش 2 بلاش 2 بلاش ربحونا وقت اللي هما جايين من مصر خذوا كوب دافريك 2019 في مصر، وعملنا معهم احنا ماتش ميكال الحقيقه. زاد ما عملناش بريستاسيون باهيه وخساره، ما حقناش لعبنا الحقيقه في الوقت هذاك، لانه الجزائر وقتها في الابوجي واحنا كورتنا وقتها طايح. الماتشات هذوما للتاريخ راهو يقعدوا. سامحني نبيل، لو نشوفوا تو هكا 48 مواجهه، 18 مره فازوا الجزائر، 15 مره. شوفوا معنا الاحصائيات، 48 مواجهه بين تونس والجزائر، 18 انتصار للجزائر، 15 انتصار لتونس، 15 تعادل. كتشوفوا باللي الارقام صح متقاربه بين كيكونوا مقابلات تسميها الدربيه ضد تونس. حتى لاكاف عينت المقابلات الاقوى دربيه كانت هي الجزائر ومصر، اقوى دربي في افريقيا. لكن لما تلعب ضد تونس او المغرب ثاني مقابلات قويه، صنفوها الكاف الثانيه بعد الثالثه تونس والجزائر اقوى دربي، الثالث في افريقيا والاول هو بين الجزائر ومصر. لكن شوفوا هنا المواجهات هي قريبه، 48 مواجهه، 18 انتصار، 18 انتصار للجزائر و15 انتصار لتونس و15 تعادل. نقول لكم باللي قراب سمارهم قراب لينا. زيدوا تابعوا وكملوا معنا الفيديو وسمعوا الكلمه اللي راح يقولها هذا الصحفي هذا. يعني قراب لبعضنا. لا ربحونا السنوات الاخيره. كان عندك لافونتاج في السنوات الاخيره، هما ضيقوا الفارق هذاك. علاش هما قراب؟ وخذوا علينا ولاو 18 انتصار، هما دي زي فيكتوار واحنا 15 فيكتوار. الحقيقه الماتشات هذوما حيدر راهو يتحسبوا في التاريخ، وتعرف احنا جيران نحبوا بعضنا، ما في الكوره ديما فما اونجو. والخساره مع الجزائر ولا مع المغرب تقلق، مع مصر تقلق، هذوما ماتشات تقليديين نتاع اجوار ما نحبوش نخسروهم. اليوم اذا كان ماشيين للجزائر واحنا خاسرين، وكان باش يمشوا للجزائر وما نعملوش ماتش كبير في عنابه، دونك الحقيقه ماهوش وقت، التايمينغ غلط. تعرف مع الجزائر يا خويا تغيظني، انا ما نحبش نخسر مع الجزائر. قال لهم تعرفوني انا مع الجزائر ما نحبش نخسر. هاك شفتوا معنا الفيديو. على كل حال فيديو والله العظيم غير بين الجرينطه اللي كاينه ما بين الجزائر وتونس. والله فيديو بين
بين لاغرينطا هذيك اللي كاين الديربي هذاك اللي كاين بين الجزائر وتونس، اكو شفتو حتى صحفي قال لهم انا تغيضني كي نخسر ضد الجزائر، قال لهم تغيضني كي نخسر ضد الجزائر، ونزيد نعاودها لكم تعاودوا تسمعوها خير، اسمعوا واش قال. تعرف مع الجزائر اخويا تغيضني، انا ما نحبش نخسر مع الجزائر. تغيض وما يحبش يخسر مع الجزائر، ومن حقه بلاده تونس، وحنا بلدنا الجزائر، حتى انا تغيضني كي تخسر الجزائر ماشي غير مع تونس، تغيضني كي تخسر مع اي فريق، مع البرازيل وتغيضني باش يكون في علمك. على كل حال اليوم راح نشوفوا مباراه قويه، مباراه بالماضي جمال كوتش بالماضي راح يعمل الكل في الكل باش يكون باش يستحوذ على وسط الميدان. وسط الميدان اليوم اللي راح نشوفه عوار اساسي ان شاء الله. وخلي تاني اليوم بالماضي راح يعول كثير على اللعب الهجومي. اليوم بالماضي لازم علينا نلعبوا لعبنا تاع 2019 اللي جبنا به كاس افريقيا. اليوم نعاودوا نبرهنوا لافريقيا وللناس كل اللي ضد الجزائر، راني نتكلم على هنايا اللي راهم ضدنا هنايا، خاطر كاين اخي اللي ضدنا هنايا، اللي نضلوا نديروا فيديوهات وبيناهم اللي ضدنا هنا واللي كانوا ضد بالماضي وبداو يعاودوا يميلوا دوك بالماضي، هم حطوا فيديوهات تاعهم نبينوا باللي بالماضي هو الشخص في المكان المناسب. مكاش تعطرنا في الكاميرون بالماضي، عاود دار تغيير كما يقولوا مرحله انتقاليه قصيره. كاين زكري تكلم وقال ما شفتش انا في 15 مرحله انتقاليه 15 شهر. لا يا زكري، لكن جاء الرد من عند مؤمنه قاسي. شوفوا معنا الفيديو. نقاش مفتوحة. نعم، نظن أنا فقط فيما يخص تعقيب فيما قاله الشيخ زكري، نظن أن لما تتحدث على تحت اللاعبين، كونت بارلي دي جوار ديسبونيبل، يعني اللاعبين اللي راهم في المستوى. شيخ مانيش نقول لك أن الوصيف تاع 2021 ولا 2022 اللي كان ما يلعبش كاع في أونجيل ولا مباراة هو الوصيف اللي دا كاس إفريقيا مع اتحاد العاصمة. تغير شيء. زين الدين بالعيد كذلك إلى بوكو أفونسي، توغاي كذلك إلى بوكو أفونسي. نتحدث كذلك على لاعبين آخرين. نعطيك عوار، علاش جاء عوار درك؟ علاش جاء إيتنوري درك؟ علاش جاء حجام بو عناني؟ كانت إرادة لتدعيم لكن سي نور زكري قال لك مرت 15 شهر. راني جاي من 15 شهر دوك نقول له منذ 15 شهر يا استاذ زكري، انا احب لغه الارقام. لعبنا 10 مباريات كاميرا مم 8 كمال 8 منها فزنا بها، تعادل واحد و انهزام امام السويد في مباراه وديه. لا يعني خسرنا فيها وشفنا كيفاش، فيها اسباب بس بعيني راح بالحمراء، خلينا هذيك اسباب تقنيه. لما تتحدث على 15 شهر، ألم يقم بأول ثورة في جوان 2022 باستدعاء كل من زدادكا لاعبين آخرين ليريس وعدة مجموعة كوكب من اللاعبين ما همش كانوا قادرين يقعدوا ويتبتوا في المنتخب، ما جابوش بلايصهم بارابور كي بارابور عوار ايت نوري بارابور بوعناني. حنا 15 شهر كيفاش انت تقيم استاذ زكري؟ تفضل. بتجريب اكثر من خمس، ماشي تجريب، بتدوير اكثر من 50 لاعب ونتائج. سؤال واضح مؤمن، سؤال واضح، تفضل سيد نوردين. زي ماتش 5 فيكتوار. جيد انا السؤال واعطيت لكم مثال بالمنتخبات المنتخبات اللي وصلت للقمه. احنا من المفترض اننا وصلنا في القمه في 2019، المفترض نحافظ على ذيك القمه. صحيت. احنا ما خدناش، انا قاعد نقول لك الطريق الصحيح ما خديناش، ومده 15 شهر. هل في 15 شهر هذه ما بنا حتى جوار يقدر يعوض اللاعب بن طالب مثلا، يقدر يعوض اللاعب كديورة؟ علاش ما عوضناش؟ وعلاش استمرينا بنفس اللاعبين مع تغيير بعض المراكز؟ هذا يروح يمين وهذا يروح شمال، دبدبنا المنتخب هذا. اظن ان درك تفوز لانك عندك لاعبين افضل ولاعبين يلعبوا في منتخبات كبيره، وتفوز على منتخبات شبه
شبه منتخبات يعني مثل المنتخب مع احترامي مع المنتخب تاع البارح ماهوش منتخب لكن قلنا لكن المنتخبات الافريقيه اسمعني سي نور الدين هل قلنا اسمعني اسمعني مؤمن مؤمن قلنا المنتخبات الافريقيه طورت شاهدنا منتخب مغربي ينهزم نعم شاهدنا منتخبات السنغال يتعادل في بنين يتعادل بطل افريقيا بنين شوف اين هنا المفارقه بصراحه تفضل في 15 شهر مازال ما لقيناش واش هي التشكيله الرسميه لهذا الفريق راح نلقاوها في 6 شهور اللي قعدت لنا على تظاهره كاس افريقيا تذكروا كلامي جيدا 15 شهر ما لقيناش راح نلقاوها في 6 شهور جيد حسب الامر هناك شوف هناك نوعين هناك نوعين من البرامج في التدريب هناك مدرب مكون يكون لك فريق وهناك مدرب نتائج المدرب النتائج كيجي يلقى مجموعه معينه موجوده يخلق فيها نوع من التنافس يغرس فيها روح يغرس فيها روح يجعل فيها ويكون هناك الجميع على قلب واحد هذا ما حصل في 2019 لكن من 2019 اللي يوبنا هذا نحن بحاجة إلى تكوين فريق هل هذا الناخب يستطيع تكوين فريق 15 شهر لم نشاهد فريق باستطاعته وش الفوز على أوغندا لازم يكون عندنا فريق يروح لكأس العالم الجاية ويقدر يجيب تنافس هذا ولا اكو شفتوا معنا الفيديو تاع زكري لما تكلم مؤمن عيد قاسي قال له انا احب لغه الارقام وراله بالارقام كيف بالماضي واش عمل لكن زكري شفت يا خاوتي ما نحبش نظلم والله ما نحب نقذف انسان ولا نتكلم فيه ما عجبنيش كلامه وانتم ما عندكم الحق باش ترجعوه اعطوني عقليه هذا الانسان انا ما نعرفوش مليح اعطوني عقليته هل تكلم سواسوا ولا تكلم خارج عن النطاق والله العظيم غير نرفزني كأني نسمع فيه بن شيخ علي بن شيخ يتكلم كأنه نسره مني فوق سبحان الله تكلم كأنه يطيح بي بالماضي أو بالفريق الوطني كيفاش أنت تقول لي فريق عيان تاع أوغندا كيفاش هي عباك أنا بديت نحير الناس خسروا كاع المقابلات اللي خرجوهم حنا نفزنا سما لازم نخسروا باش يولي أوغندا قوي هكاك وحابين صدقوني غير بديت نعيا والله أطلنا رأيكم في ذكري هذا أنا ما نهضر عليه ما نعرفه ما يعرفني ما نعرف شخصه أطلنا أنتم تعليقات وأعطونا ماضيه فقط أسكو كان هو يخرج البرة ويربح ولا لا هذا ما كان خوتي قولكم بارك الله فيكم إن شاء الله المباراة اليوم تكون جميلة ويكون فيها أهداف ونربح بنتيجة عريضة إن شاء الله شيخي قلت عريضة على كل حال 3-4-5 2-3 مليحة على كل حال نزيد مبرة ونحب بالماضي كما يقول لك كاشيرو كاشي كاري ان شاء الله اليوم يبرهن ويوري باللي عاود ولا الفريق الوطني كما قال لك مرحله انتقاليه ما 15 شهر لا يا زكري مشي هذا الكلام على بلادك ما نحبش لي يهضر في بلاده شوفوا التوانسه المهم قولكم بارك الله فيكم ما بقاش المباراه وما بقاش نبعث لكم ان شاء الله يبعثوا لي الصور من الملعب نديرها لكم كلها مباشره من الملعب عنابه شاركوا في قناه عبد السبور بعد المباراة إن شاء الله سلام